هي امتحانها فوق مستوى التلميذ بعض الشيء، وبقول بعض الشيء، بعض وده الشيء. وده يبقى تقييم ولي الأمر، لأن يمكن ولي الأمر بيقيس طبيعة الامتحانات بتاعه سنة رابعة بنفس المستوى اللي أنا وحضرتك كنا فيه في المرحلة الابتدائية، غير الوقت الحالي. الوقت الحالي مناهج سنة رابعة بلا شك حدث فيها تطوير وارتقاء بمستوى نوعية الموضوعات، لدرجة إن في بعض الموضوعات كانت بتدرس ممكن في سنة تالتة إعدادي. وانت فاكرة حضرتك السنة اللي فاتت كان البعض يعني شكى من مستوى المناهج بتاعة سنة رابعة. لكن ما السنة دي أنا مع متابعتي لكثير من أولياء الأمور أكدوا لي تماما إن هم سعداء جدا بمستوى المقررات اللي موجودة، لأنها فعلا بتضيف للطالب، بتعطيه معلومات جيدة، بس من وجهة نظرهم يعني بس هي كتير شوية. بس ليه سنة رابعة تحديدا اللي فيها شكوى يا أستاذ رفعت؟ لأن بداية من البعض. الامتحانات، بداية الامتحانات في مراحل المرحلة الابتدائية. كانت يعني الارتقاء بمستوى المقررات كان يمكن من السنة اللي فاتت بدأ يتم الارتقاء بمستوى المناهج بتاعة سنة رابعة. ليه؟ لأن سنة أولى وثانية وثالثة ابتدائي كان بيتم التركيز فيها أكثر على الأنشطة، على المفاهيم، على فبالتالي أولياء الأمور أو التلميذ بيحس إنه دخل جامدة كده مرة واحدة، دخل في الجد زي ما بيقولوا. دي حاجة. الحاجة الثانية، مواصفات الورقة الامتحانية على مستوى العالم كله لها محددات. إن هو يعني هفترض حضرتك إن أنا عملت امتحان سهل جدا والكل جاوب عليه، هل هو ده صح؟ لا، غلط تماما. لان ازاي انا هفرق ما بين طالب ذاكر كويس واستوعب المقرر كويس وطالب نص النص وطالب ما ذاكرش؟ انما لابد تكون الورقه الامتحانيه على الاقل حوالي 15% من الاسئله لتقيس قدره الطالب او التلميذ المتميز عشان افرق ما بين ده وبين ده. ولي امر ده المفروض يحصل على مستوى كل الادارات، ده على مستوى لا دي المواصفات الورق الامتحانيه على مستوى العالم كله. تمام، يجب انها تكون كده. ايوه، فيمكن ولي امر لا سؤال او سؤالين لا يعني دول مستواهم عالي على التلميذ، طب ما هو ماشي، ما هو مستواهم من وجهه نظرك انت، انما هناك تلاميذ اخرى حلوا هذه الاسئله. الزائد ان دي سنه نقل يعني ليست شهاده. ومن هنا اذا الطالب او التلميذ يعني محلش سؤال او سؤالين لانهم من وجهه نظر صعبين، هناك غيره حلهم وحلهم باجاده كبيره جدا. تقريبا بنتكلم في كام في الميه استاذ رفعت تكون نسبه معينه في كل ماده تكون اعلى للمستوى المتميز الطالب او التلميذ المتميز؟ ما بين 10 ل 15% من الامتحان كله، من الامتحان.